افتتح أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية في الكويت بكلمة أكد فيها أن انعقاد اللقاءات الخليجية بحضور جميع أطراف مجلس التعاون الخليجي دليل على رغبة جميع الأطراف في تجاوز الخلافات. فشعوبنا تتطلع بكل الأمل لهذا اللقاء لتحقيق طموحها بالاستقرار والرخاء والنماء، فإن ما يجمعنا من وشائج أسمى من أن يؤثر فيه خلاف نرى بأنه عابر مهما طال بين الدول والتجمعات الدولية. إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم اليوم كبيرة، ونحن على يقين بأنكم قادرون على تحملها والوفاء بها لنعزز بنائنا الخليجي ونحصنه من كافة التحديات ونضاعف من تواصلنا تجسيدا لوحدتنا وتعزيزا لتماسكنا وتمنيا لأعمال اجتماعكم. وألقيت كلمات لرؤساء المجالس التشريعية شددت على أهمية الوحدة الخليجية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.